من اول 1000 جنيه 5000 10000 15000 25000 50000 75 150 200000 جنيه دول على قد التسع فئات اللي موجودين معانا. لو ربنا كرمك النهارده ووصلت وخلصت التسع فئات ممكن توصل للمرحله الاخيره مرحله ال 250000 جنيه. يا رب يا رب ان شاء الله بالتوفيق كده. بس عايز افكرك برضو قبل ما نبدا الحلقه ونبدا مسابقتنا انت معاك ثلاث وسائل مساعده. اول وسيله مساعده طبعا اثنين صحابك اللي منورنا ومشرفنا النهارده ومن حقك تختار اي واحد فيهم. وتاني وسيله احنا ممكن لو عطلت في اغنيه ممكن نظهر لك كلمتين من عدد الكلمات اللي مطلوب منك انت تدور عليها. الوسيله الثالثه بتديك ثلاث اختيارات وتختار اي اجابه فيهم انت تحس ان هي ممكن تكون صح. جاهز؟ نبدا. يلا بينا. مع تحيه كبيره جدا لاحمد عباس. دلوقتي يا احمد احنا في المرحله الاولى او الاغنيه الاولى اللي هتكسبنا ان شاء الله ال1000 جنيه الاولانيه. دلوقتي اختار اني فئه من التسع فئات اللي قدامك. هقول في الاول رومانسي. 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 تمام. عندنا في الرومانسي اغنيتين، حبه حب مايا نصري وقويني بيك سميره سعيد. قويني بيك سميره سعيد. قويني بيك سميره سعيد. من الواضح ان انت بتحب سميره سعيد فاخترت بسرعه سميره فانت اكيد حافظ اغنيه كلها. يعني يمكن. طب خلي بالك ان انت المره دي هيبقى في اربع كلمات ناقصين هما اللي هتكملوا في الاغنيه. اربعه. ماشي. جاهز؟ جاهز. عمري لو مش وياك ايوه عايش عشان بهواك والحلم لقيته معاك لك مش فاكراك واللي بعدك مش عايزاه عايز اعيش عمري بيك وانسى خوفي وانسى ضعفي بين ايديك قويني بيك قوي قلبي عشان يعيش عمري بعدك ما يساويش من زمان انا بستناك. تمام. من زمان انا بستناك. من زمان من زمان زمان انا بستناك. احنا مطلوب منك اربع كلمات ودول اربعه فعلا. بس ده اخر كلام عندك؟ اخر كلام. تفكر ما تسرعش. في ناس كتير بتخش بتبقى واثقه جدا وبتغلط في حرف او في كلمه صغيره بتغير كل المواضيع وانت لسه في الاول. 1000 جنيه من زمان. غني الحته اللي قبليها. عمري بعدك ما يساويش. ها من زمان انا بستناك قويني بيك. تمام تمام. انا مش انا مش بتلعب بيا انت برضه والله. بس انا خايف لا يبقى في كلمه تايهه. انت مش فاكرها. متاكد؟ متاكد. طيب من زمان انا بستناك. نسمع اخر كلام. اخر كلام ان شاء الله. اخر كلام. تعال نشوف. انت كنت في الاول ها عشان في عمري ايه لو مش وياك. لا ما تقدر في الاول تلاش ده الدخول. ربنا يسهل ان شاء الله. فعلا وكسبت اول 1000 جنيه. برافو عليك احمد. شكرا. عباس هايل. طبعا دي اغنية سهلة عشان احنا لسه في الاول. جاهز نروح للمرحلة اللي بعديها؟ يلا بينا. تاني فئة نختارها؟ هقول اغنية الالبوم. اغنية الالبوم اللي هي الهيد شريط ان شاء الله. تمام؟ تعال نشوف فيها ايه. إليسا كل يوم في عمري كلمة رامي صبري. كل يوم في عمري إليسا. كل يوم في عمري إليسا. يلا يا بابا. أجمل الليالي أنا لما تشوفك يا عيني كل شيء في بالي بنسى أول ما تجيني ده أنت عندي غالي وبفكر فيك.
برافو عليك. ده انت عندي غالي. ده انت عندي وبفكر. ده انت عندي غالي وبفكر فيك. فيك في وسائل مساعده. خلي بالك انت لسه ما وصلتش 5000 اكيد. انت عندي غالي وبفكر فيك. طب قول لي اخر كلام. اخر كلام. تمام تعال نشوف اخر كلام. طبعا لو كسبت المرحله دي هتوصل ل 5000 جنيه. ربنا يسهل. فعلا وكسبت 5000 جنيه. انا شايف مهاب ما تبصلوش انت مالكش دعوه بيه. انا شايف مهاب نفسه يشارك. شايلينك للتقيله مهاب ما تقلقش. انا لسه في اول 5000 جنيه في المرحله الثانيه. دلوقتي ندخل على المرحله الثالثه. جاهز؟ جاهز. طيب ايه الفئه الثالثه؟ هو ايه 24 ساعه دي بتبقى 24 ساعه دي ده معناه الاغاني اللي فيها حاجه بترتبط بالزمن، يعني فيها يوم، سنين، ايام. اوكي. طيب هقول خش على الافلام. افلام؟ افلام اكيد. طيب تعال نشوف الافلام فيها ايه. انت معايا حسام حبيب، قش البندق حميد الشاعري. انت معايا حسام حبيب. انت معايا. طبعا انت اختيارك كان موفق جدا، بس خلي بالك انت فاضل لك 3 كلمات هما اللي هيختفوا. أوكي. من قدامك. ماشي. ولازم تدور عليهم وتختارهم. يلا بينا. تمام؟ انت جاهز؟ تمام. انت حافظها فعلا، بس يا ترى بقى الاجابه صح ولا غلط؟ لا ان شاء الله صح. تعال نشوفها. كلك ليا انا. طيب كل ما فيك وكلك ليا انا. وكلك ليا انا. انا وكلك ليا انا. اخر كلام. اخر كلام. اخر كلام. تعالوا نشوف اجابته صح ولا غلط. انت حلو كان صوتك حلو، بس للاسف هنعرف بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه معانا أحمد عباس، واختار 3 كلمات وكلك ليا أنا. دلوقتي هنعرف الإجابة صح ولا غلط عشان يكسب 10000 جنيه أو ما يكسبش حاجة خالص. إن شاء الله صح. إن شاء الله صح. وفعلا بيكسب معانا 10000 جنيه.